ارحب بكم مجددا وبضيوفي الكرام، وارجع للدكتور محمود العلايلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار. لديكم ثقه خاصه تجعلكم يعني تقولوا احنا لوحدنا قادرين نشتغل لوحدنا. الثقه دي البعض ارجعها الى انه عندكم غطاء مادي قوي، يعني دعم مادي قوي، صحيح؟ لا مش صحيح. عندنا ثقه ولكن ليس بسبب الملاءه الماليه فقط، ولكن بسبب المؤسسية التي يعمل بها حزب المصريين الأحرار. وإحنا بنشتغل على ملف الانتخابات من حوالي سنة الحقيقة، ومسألة وكنا بنجهز حزب المصريين الأحرار لخوض الانتخابات على القوائم أو بنظام القوائم أو بالنظام الفردي. فالحقيقة لما ظهر النظام الغريب اللي هو القائمة المطلقة بالإضافة إلى النظام الفردي لم نفاجأ بحال من الأحوال، وكان عندنا استعداد. احنا بنتكلم على 80% من النظام، او نسبه كبيره جدا من نظام الانتخابات بنتكلم على النظام الفردي، ونعتقد ان هو الاهم وهو اللي هياثر بشكل حقيقي فعلا على نتيجه شكل البرلمان او خريطه البرلمان المقبل. الحقيقه الفكره انه يعني زي لو حضرتك بتتكلم عن ثقه، احنا عندنا ايمان انه مساله نحن لا نستطيع ان نصادر حق المواطن المصري، لا نستطيع ان احنا نقرر مصير المواطنين المصريين على موائد المفاوضات الان. كل ما نستطيع ان نفعله انه عندما ندخل الى البرلمان ويفرز المواطن المصري من يريده داخل البرلمان والتكتلات اللي موجوده داخل البرلمان، كم نائب لحزب المصريين الأحرار، كم نائب للوفد، كم نائب للكرامة، كم نائب للمصري الديمقراطي، كم نائب للتحالف الشعبي، كم 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 كم، ساعتها نقدر فعلا نتكلم على مصير المواطن المصري. إنما أما نتكلم على مصير المواطن المصري النهاردة ونتكلم على توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية، يبقى أنا بصادر على حق المواطن. المواطن يبص لي كده من بعيد بيتكلم بصفتك إيه؟ أنا ما أقدرش أتكلم بصفتي إلا عندما يكون لي نواب في البرلمان. لكن الحقيقة أنت تقدر أن تقول أنا بحلم بإيه؟ أنا لما أوصل للمقعد ده هحارب عشان إيه؟ ده ممكن يكون على سبيل الدعاية أو على سبيل توجهي للمواطن بأفكاري، ولكن ده لا نستطيع أن نضعه في حيز التطبيق بحال من الأحوال، ولا نستطيع أن نسميه يعني ممارسة سياسية. باختصار شديد كده، 1 2 3 برنامجكم الانتخابي إيه؟ احنا لغايه دلوقتي الحقيقه برنامج الانتخابي مفروض على فكره في خلال اسبوع 10 ايام، انا مش هقدر اتكلم طبعا في حاجه يعني غير منوط بده، ومانيش في حل ان انا اتكلم في برنامج انتخابي، لانه هيصدر بكذا شكل برنامج الانتخابي بشكل مفصل وبشكل على مقتطفات، او هيكون في شعارات ايضا للبرنامج الانتخابي. ولكن احنا بنتكلم على برنامج المصريين الأحرار الموجود، ميثاق اللي أصدر به حزب المصريين الأحرار هيتحول لبرنامج انتخابي، واليومين دول كمان بيتعمل له بعض من التعديلات ليلائم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر. تعديلات للميثاق؟ لا، تعديلات على البرنامج. ايوه على البرنامج. لا، وتعديلات في برنامج الحزب. برنامج الحزب ما هوش مسألة مقدسة، احنا نقدر نغير في برنامج الحزب ونقدر نغير فيما يتعلق ببعض التفصيلات، ولكن ليس في الجوهر. طيب بالنسبة لتحالف التيار الديمقراطي، في أكثر من خيط، يعني نسيج في أكثر من خيط، صحيح؟ هل يكون من الصعب إعداد برنامج انتخابي؟ لا، في أعد برنامج يعني رؤية عامة للبرنامج الانتخابي مش مفصلة، لكن محددة المفاصل الرئيسية، وفي كمان تحالف سياسي. تم التحالف السياسي ده ملوش دعوه بالتحالف الانتخابي، يعني ده تحالف سياسي الناس اتفقت عليه، والله لو في حد عايز ينضم لي اهلا وسهلا، لكن التحالف الانتخابي مفتوح على اسس اللي احنا بنقول ان احنا عايزين نعمل دستور، ودستور 25 30. المال السياسي خطير جدا ومؤثر، وما يمكنش ان احنا ننكره، ويعني حتى في يعني كل دول اوروبا الاحزاب تمول من الدوله فقط، لا في تمويل خارجي ولا تمويل كذا ولا، يعني ده النظام اللي في اوروبا، وهم ما بيحتاجوش للمصاريف الكتير في الدعايه الانتخابيه والكلام ده، لانه النسق هناك مختلف. فاحنا في مخاطر على الانتخابات الجايه طبعا من المال السياسي وتاثيراته على الناس بالدعايه وبتوزيع الاحتياجات. المال السياسي ده مصطلح يسبب لك اي ينور لمبات حمراء؟ لا لا، بص، احنا بالنسبه لنا الحقيقه
زي ما قلت لحضرتك مساله الملاءه الماليه لا نراها عيبا بحال من الاحوال، بالعكس احنا يعني لا نراها نقيصه ولا نراها عيب، بالعكس نعتقد انها مزيه بالنسبه للاحزاب، لانه الانتخابات مكلفه والانتخابات تحتاج الى المال، وما نقدرش نقول انه يعني انه المال يعني لو سميناها المال السياسي، لا المال السياسي مساله لازمه بحال من الاحوال، ولكن على ان يكون هذا المال ممنهجا معروف المال ده مصدره ايه، صحيح معروف اوجه صرفه، ده الاهم الحقيقه اوجه الصرف، لان ده ما كنا نعاني منه في احزاب الاسلام السياسي، لانه لم نكن ندري بحال من الاحوال لا جاي منين ولا رايح فين. بالظبط صح. نعم انا اللي اقصده بالمال السياسي اللي هي انت بتلاقي حد كده مره واحده بيعمل حاجات انت يعني لا تتخيلها ويغطي الدنيا كلها، هو ده اللي نقصده بالمال السياسي، والمصادر غير معروفه، يعني تمويلات بتيجي منين ما تعرفش. يعني دي مساله. المساله الثانيه انه بعد انتخابات البرلمان السابق، وانا كنت مهتم باراء المواطنين، لانه على فكره مش اللي ادوا اصواتهم للاخوان المؤيدين الاخوان بس، في مواطنين عاديين كتير ادوا اصواتهم للاخوان، وانا كنت مهتم جدا براي المواطنين العاديين، انه هما كان رؤية المواطن العادي أنا أديته الإخوان. ليه؟ لأنهم أقوياء ومنظمين. أيوه. الشعب المصري في المرحلة دي عايز بلوك قوي يقف وراه، يبقى مطمئن إن هو هيقود برلمانه في الاتجاه الآمن. دي مسألة رئيسية جدا، ودي عشان كده أنت لما تعمل تكتل قوي. على فكرة أنا ممكن أقعد أقول إنه إحنا عندنا 7 أحزاب وهنعمل وهنسوي وكلام من، لكن هي الفكرة إيه؟ الفكرة أنا عايز أعمل برلمان وحدة وطنية زي ما بعمل وزارة وحدة وطنية في مرحلة معينة. بعد ما نعدي المرحلة يا سيدي كل واحد يطرح تفاصيل أيديولوجيته أو اتجاهاته، لكن المواطن النهاردة زي كده لما جه يختار في رئاسة الجمهورية اختار ما رأى إن هو شخص قوي. هو عايز برضو البرلمان عايز كتلة قوية يبقى مطمن انها وده غير متوفر. ما طبعا احنا ما زلنا بنقول للجميع يا جماعة تعالوا كلنا نصطف مع بعض علشان نحول الدستور لقوانين ونبلور نحول ثورة 25 يناير لقانون. لانه عشان استفاف. تبقى واقع. استاذ بكر ما فيش اصطفاف، شكله هيكون ايه الخريطة، خريطة الكتل السياسية المصرية اللي هتدخل الانتخابات النيابية في تصورك؟ برضو يعني هي كلمة مفيش اصطفاف دي برضو كلمة محتاجة توضيح. مع احنا كل ما احنا بندعم فكرة ان احنا في خلاف في خلاف في خلاف، نفس الشعب نفسه يفقد الثقة بينا. احنا الحقيقة في اختلاف في وجهة النظر. لما تيجي تقارن دستور 2012 هو ده كان دستور فيه عناصر السم اللي بتهدد كيان الدولة كلها. احنا لما جينا اصطفينا مع بعض اصطفينا في جبهة الانقاذ كلنا بكل اتجاهاتنا في جبهة الانقاذ لاستئصال الحاجة اللي كانت بتهدد كيان الدولة الكيان. وكنا ساعتها عشان كده برضو بدأت حديثي بقول لك ايه هي تعريف كلمة القوى المدنية. ما احنا لابد ان احنا نتعرف على الكلام ده. لما جينا في الدستور النهاردة اجتمعنا كلنا واصطفينا كلنا وكلنا اكدنا على مدنية الدولة وعلى الوطنية المصرية وعلى مقاومات الدولة، ان اذا كنا بعد كده بقى في المرحلة اللي احنا الاستحقاق الثالث ده استحقاق، اتفقنا خلاص على القواعد الاساسية الدولة، خلاص احنا استعدنا الدولة تاني. بعد كده احنا هنخش على برلمان هيبتدي يطبق يعني البرامج. يعني طبعا انا مختلف مع محمود بيه ان انا مش ليه، احنا كلنا طبعا عندنا مشكله الوزن النسبي، لان احنا كلنا ما نعرفش اوزاننا النسبيه كلنا، ما فيهاش مشكله يعني قد يكون كل واحد ليه، لكن طبعا في ظل المتغيرات. ولكن طبعا لازم اطرح البرنامج الاول، لازم يبقى عندي وجهه نظر اقولها النهارده يا محمود بيه لما تنتخبني لان انا هعمل واحد ما قصدتش كده على فكره. انا قصدت على مساله الاتفاقات على ما سوف يصنع في البرلمان، فهي مساله النهارده محتاجه ان احنا نعمل ده لما نكون موجودين في البرلمان، لان في قوه من اللي موجوده في التحالفات دي مش هتكون موجوده في البرلمان اصلا. المواطنين يعني خليني هم اللي هيحددوا الاوزان النسبيه اللي حضرتك طبعا لسه لكن هيحدد الاوزان النسبيه على ايه. في متغيرات كتيره جدا. المال السياسي النهارده ما بقاش بالقوه اللي حضرتك الامنه ولا النبازيز بقى الامنه، لان النهارده الناخب مش هيبيع صوته، خلاص عارف يعني ايه ان ناخد ازازتين. امال انتوا ليه مخصصين 100 مليون؟ لا دي الدعايه العاديه، انت بتتكلم في 6 أحزاب 7 أحزاب، انت بتتكلم في الدعايه العاديه. يعني انت لو تكلفه النهارده، يعني طبعا انا مش متخصص في المجال الاعلام، ولكن انا اعرف طبعا ان مجرد اليافطات والدعايه للوصول للناخب
لكن المال السياسي، المال السياسي، المال السياسي في التلفزيون مكلفه جدا. المال السياسي الخطر هو ان انا اروح لناخب، هو ان انا اروح لناخب وادي واقول له انتخبني مقابل مبلغ من المال، والاخطر ان انا اروح لمرشح واقول له هتترشح على قائمتي مقابل، والاثنين دول في اعتقادي الشخصي خلاص تقلصوا تمام. لا الناخب هيبيع صوته بازازتين زيت زي ما كان بيحصل زمان، ولا المرشح هيرشح نفسه على قوائم احد الاحزاب لانه هياخد مبلغ. الكلام ده ما فيش عندنا القدره نعمل كده خلاص. في وعي على مستوى المواطن وعلى مستوى حتى المرشح بقى عندنا انتقاء. انا ما بقولش ان الانتقاء والصوره بقت واضحه 100%، ولكن عندنا انتقاء. الشعب بينتقي وهو بيختار. انا اللي هيختار مرشحين المصريين الاحرار لان هو مؤمن بالحزب ده. طيب مش انا هسال حضرتك سؤال يعني، وبرضه الوفد اللي هيختار يبقى مؤمن بالحزب عشان اكمل جملتي. طبعا لو خطر في قدرتك على التنبؤ، امال الوجوه القديمه هتنجح ازاي؟ هتدخل ازاي الا بالطريقه دي، طريقه انها تنفق، طريقة انها تستعيد ثقة الناس عن طريق الانفاق عليهم واظهار الملاءة. بس الوجوه القديمة دول ينقسموا الى قسمين. انت متصور كم في المية منهم هيقدر انه يلعب نفس اللعبة القديمة الوزن ويحصل على نفس النتيجة؟ الوزن النسبي برضو زي ما هو مبهم بالنسبة لنا او غير واضح تماما بالنسبة لنا، فهو برضو غير واضح بالنسبة للوجوه القديم. لكن لازم ان احنا نوضح برضو، انا دايما عشان انا قانوني فانا دايما مؤمن بالتعريفات، يعني لازم وانا بتكلم على مصطلح ابقى فاهم يعني ايه هو الوجوه القديمة. دي تنقسم الى شقين. الوجوه القديمة اللي هي افسدت وتلوثت يديها بدماء المصريين الى اخره، وفي وجوه قديمة كانت متواجدة على الساحة السياسية ولكن شريفة، ولكن ليها بصمات. أيوة. اصل احنا الدولة ما كانتش على مدى 40-50 سنة. طيب. اللي فاتوا ماشي ايه الجهة بقى اللي هتقعد تفرز؟ البني ادم هو اللي الشعب الناخب هو اللي بيفرز. يعني انا على يقين، وطبعا الكلام ده من استقراء الدوائر الانتخابيه اللي يعني برضه بدون تسميه، لكن الوجوه القديمه الصارخه البارزة يعني بشكل واضح جدا في أي من النظامين السابقين في اعتقادي يعني باستقراء الحلقة مش هتوصل لنتائج. الحقيقة يبدو واضحا جدا لأي واحد يسمع الكلام ده ويقرأ حتى المكتوب أنه في ميل لدى القوى السياسية اللي احنا نسميها القوى السياسية المدنية الليبرالية، معلش اسمح لي بالتصنيفات دي، أنها تعظم من مراكزها الانتخابية عن طريق ضم اللي حضرتك وصفتهم دول بأنه ما أفسدوش بشكل مباشر الحياة السياسية ووجوه شريفة من الوجوه القديمة من أعضاء الحزب الوطني القدامى اللي بيسميهم المصريين الفلول. واضح كده ولا إيه يا دكتور؟ أستاذ محمد المشهد اختلف إلى حد كبير، لأنه الحقيقة إحنا بنتكلم دلوقتي على مشهدين متناقضين، والمشهد الثالث مختلف عنهم تماما. اللي حضرتك بتتكلم عنه قبل 2010 وما قبلها بنتكلم على دوائر صغيرة كان المرشح فيها، لأن المواطنين ما كانوش بيقبلوا على الانتخابات. كان المرشح بينجح ب 2000 صوت و 1500 صوت و 900 صوت و 3000 صوت وأرقام هزيلة جدا، بالإضافة إلى بعض التسويد، ولما كان بتوصل ل 6000 و 7000 و 12000 وكلام، وهذه الأرقام كنا بنقول إن حصل انتخابات وكان هذه الدائرة دائرة مشتعلة. اللي حصل في انتخابات 2011 العكس تماما. احنا بنتكلم على دوائر كان فيها مئات الالوف من الاصوات، وكان المرشح بينجح باشكال مختلفه خالص تحت المظله او الايديولوجيه الدينيه او الاسلامويه. 2011 2012 تمام. فاحنا بنتكلم النهارده بقى على مشهد مختلف تماما. بنتكلم على دوائر هتعود الى الدوائر الصغيره تقريبا الى حد كبير، ولكن باقبال انتخابي. فاحنا بنتكلم على عدد اصوات مختلف تماما. الراجل اللي كان بينزل معتمد على عيلته والمدرسه اللي هو بيشتغل فيها او الهيئه اللي هو بيشتغل فيها او مجموعه المصانع المواليه ليه، او المساله تختلف الى حد كبير جدا 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 جدا. انت حضرتك عايز تجيب عن سؤالي ولا عايز تنسيني سؤال؟ بس عايز اعلق بعد اذنك لو ليا فرصه اعلق على الكلام. طب استنى بس اما اعرف الدكتور بيحاول يعمل ايه. انا سؤالي واضح، انتوا هتضموا الصف الثاني من اللي بيسميهم المصريين الفلول. بس بص حضرتك، سؤالي واضح. احنا اتكلمنا في هذا الموضوع. احنا عندنا معايير معينه للمرشح المحتمل او النائب المحتمل اللي هينزل مع حزب المصريين الاحرار.
المسألة واضحة تماما ومش محتاجة ان احنا طبعا بنتكلم على من افسد، مين هيقبل من افسد؟ انا شخصيا مش هقدر اقعد مع حد ممن افسد بشكل شخصي، انا مش بتكلم بشكل سياسي او بشكل انتهازي ولا انما احنا بنتكلم على ناس اكيد عندنا 1 2 3 4 عندنا بعض الناس اللي كانت ملتحقه بالحزب الوطني، زي ما بقول لحضرتك كان في ناس كتير جدا بتلتحق بالحزب الوطني كرها او الحزب الوطني كان بيستملها او الحزب الوطني كان بيجبرها على الالتحاق بالحزب الوطني علشان يقدروا فعلا يكونوا موجودين في دوائر هم ويكونوا بيقدروا يقدموا نفس الخدمات وبيقدروا يكونوا موجودين بالشكل الملتصق بالسلطه بشكل من الاشكال، او كان على العكس بيحاولوا ان هم يعطلوا اعمال هؤلاء من اجل الانضمام للحزب الوطني. بقول لحضرتك كان الحزب الوطني كان في وضعيه سيئه جدا 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 لما كان ناجح 30% يعني احنا بنتكلم على مساله كارثيه، مش عايزين برضو نهول او نضخم او ان احنا نحاول ندي انطباع اكبر من اللازم على قدرات الحزب الوطني وقدرات نواب الحزب الوطني وتأثير الحزب الوطني في الشارع. طيب اتفضل سعد. يعني برضو هو هنا انا هرجع لحضرتك طبعا مش انا اسف لا انا برضو عايز برضو اعلق على ان طبعا مع اهميه الطابع الشخصي، بس برضو الناخب وهو بينتخب مش هيبص لمجرد شخص بغض النظر هو كان حزب وطني ولا ما كانش حزب وطني، هو برضو النهارده مهم جدا انتمائه ايه هي الجهه السياسيه اللي هو منتمي لها دلوقتي. اول حاجه سينظر اليها المصري. ايوه خليني اقول بس انت حضرتك بتقول يعني انت حضرتك مفترض انه ما يجراش حاجه، ده اولويه رقم 2 أو 3 انه كان حزب وطني زمان. مش صحيح يعني كان يعني حزب وطني دي اول حاجه هيشوفها المواطن المصري في قدام عينه كده انه كان حزب وطني. كان حزب وطني ايوه كان حزب وطني النهارده، كان حزب وطني محترم، كان حزب وطني. لا والى جانب كده برضو ما احنا برضو في احنا بنعتقد ان في ثقه فينا، يعني الشخص الناخب اللي هينزله المصريين الاحرار وهو كان حزب وطني قديم، احنا كلنا متوسمين ان هو راجل محترم، راجل لم يفسد، راجل لم يلوث، والناخب اللي هينتخب اللي ميال للمصريين الاحرار هيروح ورا هينتخب مرشح عن المصريين الاحرار متوسما ان تم فرزه. واعتقد ان نفس الكلام ده يحصل بالنسبه للوفد اللي مؤمن اللي هو انا مش عارف وده اللي بيحصل. لا مش عارف تزعلوا مني ولا لا، لانه الواحد لما كان بيتابع الكلام اللي بيقوله ممثلو القوى السياسيه عند 25 يناير وبعيد 25 يناير في الفتره دي كلام مختلف تماما، حقيقه كلام مختلف تماما، كلام عن ما يسمى بالمسؤوليه السياسيه. انت صحيح ما انتش فاسد ولا افسدت ولا استغلت نفوذك، بس كنت منضم لكيان سياسي شديد الفساد والتعفن، وده بيرتب عليك مسؤوليات سياسيه ويقصيك اوتوماتيكيا بعد الثوره زي ثوره 25 يناير. احنا كلكم كنتوا بتقولوا الكلام ده ولا انا متأكد؟ لا انا اعتقد ان احنا حسب على ما قلته بشكل واضح، ولكن اللي حضرتك بتقوله فعلا لو هناك نوع من ما يسمى بال انتوا ما قلتوش لا احنا قلنا الناس طيبين دول الناس لا هو الحقيقه كل لا هو الحقيقه اللي قالوا على مسؤوليته الشخصيه مفيش بيان صادر رسمي من اي قوه سياسيه قالت هذا الكلام. يعني قد يكون بخصوص انا قصدي انتوا ما غيرتوش كلامكم. لا ما غيرناش كلام، يعني ده كلام احنا شفناه وتابعناه. انتوا كلامكم واضح وما اظنش انا عايز ما اظنش الكلام عن ضم رموز من يعني احنا هي الحزب الوطني مش مساله اشخاص وما هوش عداء شخصي. يعني ده منهج. انا لا يمكن اخد موقف ضد طالب انضم للحزب الوطني علشان ياخد دوره كمبيوتر ولا موظف غلبان مش قادر ياخد الترقيه بتاعته فدخل الحزب الوطني عشان يخش، او يعني انه كان في مئات الالاف من هذه النوعيات. لكن انا ما اقدرش اتغافل عن نائب في البرلمان يعني سواء كان في الحزب الوطني او انضم للحزب الوطني والحزب الوطني ماشي بمنهج تحقيق مصالح معينه، حتى لو هو الشخص نفسه ما افسدش فيها لكن ساعد على مسانده دوله او نظام كان بيعمل افساد. يعني انا عايز ارجع اقول انه احنا دلوقتي اذا كان في مناخ النهارده بيستدعى، انا شايفه في المرافعات للدعاء وكلام المتهمين في محاكمه القرن بيتكلموا انه يعني وصلنا في الاخر الى انه 25 يناير يعني انقلاب امريكي على 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 نظام وطني ونظام عظيم وما كانش فيه احسن من كده. فده المناخ ده يعني لازم يفوق
القوة السياسية ونفوق الناس. احنا مش عايزين نقطع رقاب، لكن في نفس الوقت كمان يعني ما تتقلبش المسألة يتحول ان الشعب المصري اللي عمل الثورة الى ان الامريكان اللي عملوا الثورة واللي بيقول كده حد كان بيدافع عن جواسيس اسرائيل. الادوار يعني الادوار بتقلب صحيح. والغريب انه ما انت حضرتك عارف ان احنا شعب عاطفي، الناس لما بتسمع كلام كده ولا تشوف المنظر ولا مش عارف وانا إيه؟ يعني انا عايز اقول كمان انا بقى عايز اتكلم كمواطن مصري، لا بمثل احزب ولا بمثل ولا بتكلم عن سياسه. احنا زي ما اتفضلوا الاخوه قالوا انه احنا جبهه الانقاذ عملناها عشان استئصال نظام كان خطر على البلد. انا عندي دلوقتي انا عايز اجتمع برضو عشان استأصل الفقر من مصر. عايز اجتمع علشان نعمل كتله واحده كده عشان نحقق الاستقرار لمصر. احنا عايزين نجتمع عشان نحقق كرامه المواطن المصري. كرامه المواطن المصري دي في لقمه العيش وفي معاملته معامله ادميه في اي مكان بيتعامل فيه، سواء بقى كان في قسم شرطه او في فيما تبقى من مستشفى. وقت انا احب استفتيكم ليس بصفتكم الحزبيه لكن كسياسيين على الساحه المصريه. في تصورك يا دكتور السياسيون ممن كانوا في حزب الحريه والعداله ولا منضمين للجماعه ولا مش عارف ايه ولم تتلوث ايديهم بالدماء، اخوان بس ما ارتكبوش فظائع من اللي بنشوفها دي، سياسيين، هيلعبوها ازاي بقى في الانتخابات اللي جايه؟ بص حضرتك، هو بالتاكيد احنا لما بنتكلم على الدوائر الصغيره من الصعب بمكان ان حد يرشح نفسه والمواطنين اللي في الدائره مش عارفين اصل هذا المواطن. فهي فكره التخوف من فكره انه هم هينزلوا مستخبيين وهيلبسوا طاقيه تانية وهيلبسوا لبس مختلف ومش هيقولوا ده اللي هو لا، ما الشعب ما بيضحكش عليه خالص. انا بقول لحضرتك ما فيش حد مش معروف في دايرته على اي حال. فانا اعتقد بحال من الاحوال انه يا إما لو فعلا حد من هذه الشخصيات خاض الانتخابات ونجح والناس تعلم أنه يمثل الإخوان المسلمين، إذن هذه الدائرة يستحق النجاح، إذن هذه الدائرة فعلا عايزة حد من يمثل الإخوان المسلمين، أو هذا الشخص له بعض الخدمات في هذه الدائرة، هذا الشخص له بعض الأيادي في هذه الدائرة. أنت بتصدق حضرتك لما حد يقول أنا غيرت جلدي، أنا كنت بس ما بقتش؟ ده لو كان أخطأ بدون قصد، لكن اللي بيعيش مدة طويلة في حاجة معينة وبيستمرق فيها الوضع. أنا غيرت جلدي والحاجة اللي أنا منضم ليها موجودة في السلطة وأنا غيرت جلدي ضدها، بالزبط. ده ممكن أقبل زي ثروة الخرباوي كده وهي في السلطة أنا غيرت جلدي منها، لكن ولما تسقط من السلطة أغير جلدي؟ لا، ده طبعا يعني نفاق وكذب وتحايل، ان هو بيحاسب عن مصالح خاصه به هو. لما اكون في السلطه ابقى معاهم، ولما يسقطوا من السلطه ابقى ضدهم، زي الناس اللي كتير كانوا مع نظام مبارك وبيطبلوا له، والنهارده بعد الثوره عملوا انهم في قلب الثوره وهم اللي كانوا بيدعوا ليها. في المشهد اللي هيحصل بقى، ده سؤال اخير وانا هستفتيكم كلكم واحد واحد كده، في المشهد اللي هيحصل قبيل الانتخابات هتبقى الخريطه عامله ازاي قدام الناخب المصري؟ اتفضل بسرعه ارجوك. بسرعه، لان انا اعتقد ان هيبقى في مجموعه من تحالفات بتضم عدد كبير من الاحزاب، بتمثل مدارس سياسيه وتوجهات ايديولوجيه ببرامج اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه الخاصه بكل مدرسه. ساعتك. مش هنتكلم على النظام الفردي، النظام الفردي هيمثله أفراد بغض النظر عن هم ممكن يمثلوا أحزاب سياسية أو لا يمثلوا أحزاب سياسية، ولكن لو ما مسألة القوائم المطلقة اللي يقام بها جزء من الانتخابات، هو البرلمان مجلس النواب الجديد قادر على تعديل الحكاية دي. المشكلة ان لازم، لان ده هو ده قانون الانتخابات، لانه ده ملوش يعني، هو هم اضطروا لاقرار هذا القانون من اجل تنفيذ ما هو موجود في الدستور، ولكن ما هو موجود في الدستور له اكثر عدة اشكال ممكن فعلا ان يقر بها في انتخابات قادمة. ولكن الحقيقة المشهد اعتقد انه هيكون في اكثر من تكتل، اكثر من تحالف، اكثر، لانه احنا مش منوطين او مش ليس من المفترض ان يكون هناك تحالف واحد لل 120 كرسي، احنا بنتكلم على اربع قوائم، فممكن انه تحالف او تكتل يخش على قائمه او قائمتين او ثلاث قوائم او الاربع قوائم. وانا اعتقد انه في النهايه على المواطنين المصريين الفرز السياسي، بحيث انه فعلا يكون البرلمان القادم ممثل بشكل واقعي جدا
متطلبات المواطن المصري في المحكمة. تفضل سعادة. إذا لم تتحد القوى السياسية أنا هيبقى عندي برلمان سمك لبن تمر هندي، وهتشوف فيه مفاجآت كتير، هيحصل تصرفات كتير فيه من النظام السابق والنظام الأسبق، وممكن القايمة اللي هتنجح، لأنه ما فيش حد هياخد نسب القايمة إذا استمر النظام، لأنه ربما يعني يتم التراجع وتعديل القانون، وربما وفي الأغلب أنه ممكن ما يتعدلش. أنا أتوقع أنه هيبقى فيه مفاجأة في القايمة اللي هتفوز، مش هتبقى زي ما الناس بتتوقع يعني. انا شاكر او السياسيين بيتوقعوا. انا شاكر جدا لحضرتك الاستاذ عبد العزيز الحسيني امين تنظيم حزب الكرامه، شكرا جزيلا للاستاذ باقيه الحسامي المتحدث باسمي حزب الوفد العريق، شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور محمود العليلي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار، شكرا نورتونا كلكم. ما نتمناه مشاهدي الكرام، وانا عارف ان ده نقاش سياسي دسم، وعارف انه هضمه احيانا بيكون صعب كده، لكن الفكره ايه؟ الفكره انه احنا عندنا كل الوطنيين المصريين عندنا أمنية عميقة في قلوبنا أنه مجلس النواب ده يكون مجلس نواب يزق البلد قدام، مش يبقى حجر مربوط في رجلها ويغرقها، يزقها قدام. هو ده اللي بنتمناه، هو ده اللي أنا متأكد أن كل الناس اللي قاعدة دي، كل الناس اللي بتتفرج علينا كمان بتتمناه. بعد الفاصل لفوا وداروا لغاية ما وصلت حصيلة الشهداء في غزة 10,000 شهداء وجرحى، 10,000 لفوا داروا على الدوحة وعلى أنقرة وراحوا هنا وراحوا هناك، لكن زي ما قال ضاحي خلفان تميم في تغريدة مدهشة جدا بثها اليوم على موقعه، قال إنه اللي يتصور إنه القضية الفلسطينية يكون فيها حل أو ربط من غير مصر ده يبقى واهم أو حماس. بعد الفاصل.